أهلا بكم، وهذا موجز لأهم وآخر الأخبار من قناة الجزيرة مباشر مصر. أكد الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب أن الحادث الذي تعرض له مدبر ويهدف إلى اغتياله، وأضاف البرنس أن الحادث يشير إلى محاولات لترصد السياسيين من جانبها. نفت مديرية أمن البحيرة تعرض البرنس لمحاولة اغتيال، مؤكدة أن الحادث هو مجرد حادث سير عادي لسيارة نقل حاولت الدوران من إحدى الفتحات للسير في الاتجاه المقابل. وأكد الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة رئيس قطاع الرعاية العلاجية العاجلة أن حالة عضو مجلس الشعب حسن البرنس مستقرة بعد أن تم فحصه بمستشفى السرايا في الإسكندرية، حيث وجد أنه يعاني من عدة كدمات في أجزاء متفرقة من جسده بعدما تعرض لحادث بكفر الدوار، مؤكدا أن حالته الصحية بشكل عام مستقرة. يأتي الاعتداء على الدكتور حسن البرنس بعد ساعات من تعرض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لاعتداء وسطو مسلح من قبل ملثمين أثناء عودته من جولة انتخابية في المنوفية، مما تسبب في إصابته بارتجاج في المخ. هذا وقد أكد علي البهنساوي منسق حملة أبو الفتوح للجزيرة مباشر مصر استقرار الحالة الصحية لأبو الفتوح، فيما أكدت مصادر صحية مغادرته للمستشفى. على الصعيد ذاته، قال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن المحامي العام لنيابة جنوب بنها بدأ التحقيق في حادث الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، كما أمر المحامي العام بسرعة إجراء تحريات حول الواقعة وسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للنيابة. من جانبه، قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب إن الحوادث التي تعرض لها دكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة ودكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تشير إلى ما وصفه بعجز وزارة الداخلية عن مواجهة الانفلات الأمنية. شهد الجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة مؤتمرا موسعا حول اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى تحت شعار مليونية إنقاذ الأقصى ونصرة الشعب السوري، وتهدف المليونية إلى الرد على الاعتداءات المتكررة للمتطرفين اليهود على الأقصى ودعم المقاومة الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهويد القدس، كما تهدف المليونية أيضا لمناصرة الشعب السوري. من جانبه، أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في كلمته عقب أداء صلاة الجمعة في الجامع الأزهر أن مصر كانت لها القيادة والريادة وساندت الشعب الفلسطيني، وكان لها دور كبير في صفقة تبادل الأسرى وإتمام المصالحة الفلسطينية، كما وجه هنية تحية إلى الشعب المصري وكل شعوب الربيع العربي وخاصة شعب سوريا. أكد الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني أن ما يحدث في مصر هو عمليات يقوم بها أعداؤها في الداخل والخارج، وقال حمزة أن قتل الشباب في بورسعيد ليس عملا مصريا بل أجنبيا مدبرا، وإن الذين خططوا لأحداث بورسعيد وأحداث المجمع العلمي والذي اعتدى على دكتور عبد المنعم أبو الفتوح ينفذون مخططا خارجيا يسانده بقايا النظام السابق. يذكر أن حمزة سيمثل غدا أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه باتهامات تتعلق بالدعوة لتخريب البلاد والتمرد. تظاهر المئات من أبناء العريش في محافظة شمال سيناء في ميدان الحرية عقب صلاة الجمعة للتضامن مع سوريا، وطالب المتظاهرون بسقوط النظام السوري مؤكدين أهمية دور علماء المسلمين في إيقاظ ضمير الأمة العربية ضد النظام السوري ومحاسبة رموز نظامه كمجرمي حرب، كما استنكر المتظاهرون ما وصفوه بالصمت العربي والدولي تجاه ما يحدث في سوريا. وفي الشأن السوري أيضا، أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن مصر معنية بالشأن السوري بصورة مباشرة، جاء ذلك في كلمة ألقاها محمد عمرو وزير الخارجية خلال مشاركته اليوم في اجتماع أصدقاء سوريا الذي صادفته العاصمة التونسية، والتي جاءت تأكيدا لما توليه مصر من اهتمام كبير بالوضع في سوريا واتصالا بجهودها لحل الأزمة.
اقترح المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بأن يضم تشكيل لجنة المئة المسؤولة عن صياغة الدستور الجديد 20% من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومثلهم من الخبراء والفقهاء الدستوريين من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية. وأوضح الخضيري أن مشاركة الفقهاء الدستوريين تضمن الصياغة الفنية للدستور، وأضاف أن باقي أعضاء لجنة المئة المسؤولة عن صياغة الدستور الجديد يجب أن يمثلها أعضاء من خارج البرلمان من ممثلي بالنقابات والجمعيات والأقباط والمرأة بما يحقق التعبير عن مختلف الطوائف المجتمعية. أضرب العشرات من سائقي وعمال شركة شرق الدلتا للنقل المطالبة بعودتهم تحت مظلة وزارة النقل وتحسين أوضاعهم المالية، وقد تسبب إضراب السائقين في شلل تام لحركة السفر من وإلى السويس. جاء ذلك بينما نظم سائقو حافلات شرق الدلتا بالإسماعيلية إضرابا مفتوحا عن العمل، ورفض السائقون استقلال حافلاتهم المتجهة إلى جميع المحافظات احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل قيادات الشركة القابضة تنفيذ مطالبهم الخاصة بتحسين أوضاعهم المالية وحل مجلس النقابة وفصل الشركات عن الشركة القابضة ووضعها تحت إدارة وزارة النقل والمواصلات. قرر المحامي العام لنيابات السويس استدعاء 4 من مديري شركة السويس لتصنيع البترول والمسؤولين عن الأمن الصناعي والسلامة المهنية والزيوت والصيانة لسماع أقوالهم في حادث الانفجار الأخير. يأتي ذلك بينما تظاهر العشرات من عمال شركة السويس لتصنيع البترول للمطالبة بضرورة إحلال وتجديد الشركة في أعقاب الحادث الذي أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 16 على الأقل. انتهى موجز الأخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. إلى اللقاء.